الإيغور، الأقلية المضطهدة في الصين منذ عقود، أسمعت العالم قصصها المروعة عن استهداف نظام بكين لأبنائها. وفق جهات دولية عدة تستمر المأساة وتتصاعد الانتهاكات يوما بعد يوم بحق السكان الأصليين لإقليم شينجيانغ. خدتي أنا إلكتريك بالرأسي، الحاجة حديد كده بالإيدي أمسك هنا، بعد من ورائي خدت هنا تشارج. بينهم ما فتح إلكتريك كل بادي لايك شايك إحساس لايك إرتست، كل ماي بادي كتير تعبان. أنا قلت لي يا رب، بعد من ما واقف ما واحد شرطة كتير زعلان، قولي أنت، بقول الله برزين هو فين، قولي لي تيجي هنا. لو هو أكتر مني قوي، لو هو كتير قوي، قولي لي هو دلوقتي صادق أنت من صادق أنت هناك. هنا ما فيش الله، ولا احنا في الله، و Chinese Communist Party you are God. They asked me to طلبوا مني الوقوف في منتصف القاعة. رأيت هناك 15 أو 20 شخصا بلباس المساجين. أمروني بخلع ملابسي ففعلت، ثم أمروني بخلع ملابسي الداخلية ففعلت، وقالوا انحني. عندها جاء الرجال نحوي وقاموا بثني يدي بقوة هكذا، ثم نعم اعتدوا علي جنسيا. Sexual abuse happened. على مدى حلقتين برنامج الحرة تتحرى يفتح ملف اضطهاد الإيغور في الصين. في الحلقة الأولى نلقي الضوء على الاعتقالات الجماعية لمئات الآلاف في مراكز الاعتقال تحت مسمى إعادة التأهيل، ونكشف عبر شهادات حصرية لمعتقلين سابقين كيف تحولت هذه المراكز إلى أقبية للتعذيب. هذه أسوأ كارثة إنسانية في عصرنا. تينغ بياو محام صيني دافع عن حقوق الإيغور في بلاده، فحاولت بكين إسكاته عبر التهديد. في عام 2014 اختار الولايات المتحدة لإكمال مسيرته. ليس لعمليات الاعتقال الجماعي هذه أي أساس قانوني، فهم يصنفون مجموعة كاملة من الناس كإرهابيين ومتطرفين وانفصاليين، وهذا لا يتوافق مع الدستور والقانون الصينيين، ناهيك عن القانون الدولي والمعايير الإنسانية العالمية. إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، أو ما كان يدعى بتركستان الشرقية، الموطن الأصلي لاثني عشر مليونا من الإيغور المسلمين أبناء العرق التركي طبقا للإحصاءات الرسمية الصينية.